من اللمسات الإنسانية، من الدور الاجتماعي ده، فيه لمسات إنسانية بتقوم بيها رئاسة الجمهورية أو بيقوم بيها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعض المواطنين بيبقى حلمه إنه يقول لك لما أدعو الرئيس السيسي لفرحي، وعملها أكثر من عريس، وكانت خطوة الرئاسة إنها بتهتم، ترسل مندوبا وبتبعت بوكيه ورد، بيمثل بالنسبة لهذه الأسر، لأنه لما بيبقى فيه فرح ما بيبقاش أسرة واحدة، بتبقى عائلات داخلة في بعضها، بتسعد جدا بهذه الخطوة. عريس من مدينة شربين محافظة الدقالية قام بهذه الخطوة ودعا الرئيس لفرحه، فأرسل له مندوبا وبوكيه ورد، وبعت له كمان تهنئة بعد ذلك. سيبي الاستاذ علاء عبد الرازق ذكر لي او يعني اختارني مسبقا ان هو اختار رئيس الجمهوريه، واخد بال حضرتك ان في دعوه مبعوثه ليهم والكلام ده. فقلت له والله يعني لو الناس بعتوا ده بيشرف لينا. يعني سافرت القاهره وبعت له تلغراف او برقيه، والحمد لله بعد 24 ساعه كلموني من مكتبه وقالوا لي الرئيس بيهنيك وبيبلغك تحياته وهيجي لك مندوب من عندنا. وفوجئت ان المندوب واخد بالك بتليفون وانا بجهز الفرح والكلام ده، ان في مندوب في العوضيه من رئاسه الجمهوريه رايح يهنئ الاستاذ علاء بناء على الدعوه المرسله ليهم. يعني والله انا ما كنتش اعرف، انا هتكلم بصراحه يعني، واخويا بعد الدعوه انا كنت بتنقر عليه بصراحه، يعني قلت له مش حد يعبر، بس ده يعني الراجل رئيس الجمهورية ومشغول وكده، فمش معقول يعني ان هو هيرد على واحد مواطن عادي يعني. ف يعني ازاي الراجل عنده مشاغل ودي رئيس الجمهورية يعني، فمش بصراحة ما كنتش مصدقة يعني، لحد ما شفت بوكيه الورد وسمعت، انا ما كنتش في البيت يعني والناس موجودين وكده. يعني انا ما كنتش متوقع ان حد هيجي لي، لكن فوجئت ان فيه جاي لي مكالمات من مجلس المدينه ومن الوحده المحليه والمحافظه، وان فيه ناس جايه تهني حضرتك من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وراجل بجد يعني مشكورا اهتم بالدعوه، وما كنتش متوقع ان هو يهتم بالدعوه، وما بصش الدعوه جايه من مواطن عادي او من مواطن مشهور او رجل معروف أو مواطن عادي. ما كناش مصدقين ان حد هيجي برضه، لان احنا ناس مثلا كده، وهو يعني ربنا يحميه برضه كويس، لان احنا كده عرفنا ان هو مثلا بيهتم بالناس العاديه وكده يعني. لما الرئيس رغم اهتماماته ومشاغله يهتم بالناس القاعده العريضه يعني، اللي هي برضه اللي هي وقفت في ظهره برضه، انت فاهم، وسندته يعني، واخد بال حضرتك، حاجه يعني انا ما كنتش مصدق، كنت طاير من الفرح طبعا يعني. وبالنسبه ده للعروسه برضه واخد بالك، والاهل البلد اللي انا منها. الرئيس عبد الفتاح السيسي اثبت ليا واثبت للناس كلها، وانا بوجه كلمه من عبر قناه دريم، وانا بشكره جدا جدا جدا، وبقول للناس وبقول للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي مواطن مصري بيهتم بالناس كلها دون فئه مميزه، ما عندوش فرق. انا بشكره جدا جدا على انه لبى دعوتنا، و نفسنا نشوفه بصراحة يعني، بس ما اعتقدش هذا.